بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي على آل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا صلى الله عليك سيدي وعلى آلك المسبيين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من ذا يا دها يا مضر الحمراء وعدنانا وغال أقمارها خسف ونقصانا. يوم ألمت به الدنيا غوائلها وحكمت في قضايا الدين أوثانا. أقصت قصيا ونحت هاشميا وأبت إلا الضلال وأدنت من لها دانا. إلى أن يقول الشاعر: لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. تدعو أباها يا أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ يا صاحب الزمان، لك الخطاب سيدي. انعسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي فما
وما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى يا أجفانا أجفانا بويا يا علي لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمأن ويقتل ابن رسول الله يا عطشانا قل ابويا ابويا علي يا نلي يا للي يا للي هوا يا يد وانا حرمة وغريبة وما لي احد وشيها الحملي راح وبعد بمن يا ابويا القلب يضمد ببن والد العباس ما رد ما رد وبالحسين هل عندي يمدد والله خلصوا هلي الله يا هلا حياة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاء منا لسيدنا وإمامنا صاحب الأمر والزمان، سلوة لقلبه الحزين، شيعة الإمام أينما كنتم ارفعوا الأصوات عاليا بذكر محمد وآل محمد. حقيقة هذه الآية المباركة مصداقها في مثل هذه الأيام عقيلة الطالبيين زينب سلام الله عليه، لأن تسلسل القرآني بالآيات، الآية اللي قبلها تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ذول اللي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فمصداق هذا القول القرآني في مثل هذا الحدث العظيم والمهول هو عقيلة الطالبيين، العقيلة زينب سلام الله عليها، لأنها ما قالت إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ينقل أهل النقل يقول في خروج زينب سلام الله عليها في الليل بعد أن كلفت بمهمة جمع الأطفال العيال، هسه جمع ليش؟ وهم كانوا مجموعين، ولكن النقل أيضا يقول لأمر الإمام سلام الله عليه، يعني الآلية في مجابهة الخيل الهاجمة على خيام بها نساء بها أطفال شنو كانت؟ أن يثبتوا بوجهها، قال عم فروا على وجوهكن في البيداء حتى لا يصيرون بمواجهة الخيل. فلذلك هذه النسوة وهذه الأطفال يعني طشت في البيداء بشكل، إذا 80 طفل يقولون في معسكر الحسين بحسب النقد، ف80 خلي يقول 40-50 من عندهم عدد مو قليل، يعني من يريد يفر على وجهه وين تلقاه؟ لذلك بعض الأطفال ما قدرت تجمعهم زينب، ولما وجدوهم وجدوهم أموات. يقول شوية هيك
راحت شافت اثنين من الاطفال من حراره الظمأ. اذا زين العابدين يقول عن قلب العباس عليه السلام يقول كصاليه الجمر من العطش، من شده العطش. هاي الاوصاف تبين الى اي درجه، الى اي حال كان وصلوا الى في ذلك اليوم يعني. فما بالك بالاطفال، يقول فهذولا كان فاتحين صدرهم وخالين صدرهم على الرمل، الرمل شويه بارد ولكنهم قد قضوا نحبهم. بعض الاطفال في الواقع ما قدروا يعني حصلوهم احياء، ومنو اللي حصلهم؟ هي بس زينب سلام الله عليها. منو اللي كان يركض وياه؟ منو اللي كان يجمع وياه؟ ماكو، كلهم اصحاب مصيبه. ما كانوا يقدرون يتحركون انمله واحده من فرط الاسى اللي اصابهم. ولكن لله درك يا زينب، يعني واحد ما يدري شو يقول حقيقه. يعني هذه امراه فقدت ولدها، وهذه امراه فقدت اخوتها، وهذه امراه فقدت ابناء عمومتها، كلهم في وقت واحد، في ساعه واحده، في ان واحد. المفروض ما تبقى على قيد الحياه. هذا الحق والانصاف. يعني هسه حتى بالمقاييس الطبيه شده الحزن نسبته اللي تنتاب هيك انسان، وطبعا الحزن هي بشر بالنتيجه التغيرات الفيزيولوجيه على قولتهم اللي يصير داخل البدن من ارتفاع فلان هرمون، فلان انزيم، فلان ما، المفروض تنهدم. المفروض بحسب المقاييس الماديه والطبيعيه تنهدم، ما تبقى قائمه. ولكن هذا الايمان اللي عندها سلام الله عليها، وهذا الصبر اللي تعلمت عليه منذ نشأتها الاولى، خصوصا الصبر المقارن للعلم، مو صبر هيك شلون ما كان يلا خل اصبر ما يدري شكو ماكو، لا، وانما صبر العقيله زينب صبر مقارن للعلم، لانها اخبرت بهذا الموقف. فمع ذلك لكن كان الموقف جدا صعب، ففرت هذه الاطفال، هذه النسوه، نسوه ثاكله، نسوه والهه، مو سهل تقومها من مكان وتجيبها. هذا واحد. الصعوبة الثانية اللي كانت يعني لزينب سلام الله عليها، أنها لما كان تريد تجمع لازم أكو مركز تجمع به، مو صحيح؟ إذا كان الخيام كلها قد أحرقت، وين تجمع؟ وين يعني تقعد هذا هنا وتقعد ذاك هناك مثلا، هم يريد يشط ويروح، مو؟ أو الأم إذا تجيبها تقعدها هنا هم تريد تروح يم جسد ولدها، أو يم جسد مثلا زوجها، أو يم جسد أخوها إذا كانت زوجة أو كانت أخت. فكل الصعوبة. يقول لذلك توجهت إلى عمر بن سعد وخاطبته، بعد لا بالإسلام ولا بالقربة ولا بكل شيء، وإنما بروابط العرب إن بقي شيء منها، و طلبوا من عنده خيمة فأعطاهم خيمة تجمع فيها سلام الله عليه. لكن هذا الجمع إيش وقت بدأ؟ هذا الجمع بدأ مع الغروب، بمعنى أنه صعب عليها الأمر. ما تشوف ظلمة، ظلمة وحشة. بس أنت تشوف كربلاء، إحنا ليلة أمس يعني انطفت الضويات، التكيات، صار أكو نوع خمول وهدوء تام. أصلا المكان وحش جدا، وبعض الأماكن مظلمة تماما. زين كيف وهي كربلاء عرصة وما بها كل هذه الضويات وهذا كذا، لا خيام لا ضياء لا كذا، إلا تلك الأنوار الممتدة من الأجساد الطاهرة إلى أعنان السماء. هو يمكن فقط هذا مجال الهداية لها. هذا ايضا امر. الامر الاخر انه ما تقدر ترفع صوتها وتنادي، هذه مشكله. هذه كانت يعني هسه حتى واحد لو تجي يمه وتكمشه وتجيبه تقول له تعال، مو زين. هذه صعوبه لانه متفرق وليل بهيم وضياء ماكو، فهذا مو متيقن الوقوع 100%. ولكن على الأقل من تناديه يجاوبك. هذا النداء كان صعب على العقيلة زينب لخدرها صلوات الله عليها.
لحجابها صلوات الله عليها. يعني هم قبل يوم عاشوراء لم يرى لها شخصا سلام الله عليها، طولها ما انشاف قبل يوم عاشوراء، هذا واحد، وصوتها لم يسمع، وهذه كانت كلش مؤلمة على العقيلة زينب سلام الله عليها، ولكن أخذت بصوت خافت تنادي على استحياء من ارتفاع الصوت. اجتي بعد تجمع، جابت هذا جابت هذا جابت هذا جابت هذا، النوب اجتي قامت تتفقد الأمهات. ليلى أين أنت يا ليلى؟ شافت هيم علي الأكبر. رباب أين أنت يا رباب؟ دورت إلى أن شافتها على نقل عند ولدها عبد الله الرضيع. جابت النوب رملة أم القاسم، جابت ذني جمعتني. يقول لما اطمأنت على هالمجموع هذا اللي قدرت تجمعه في تلك الليلة، ونامت العيون وخمدت الأنفاس وماكو بعد تسمع بس صوت الرياح وتلك الجثث الزواكي الطواهر مطرحة على الأرض، يقول استغلت هذه الفرصة لأن هاجت شجونها وهاجت آلامها، وجتها الفرصة لأن تنوح. هي يبدو على هذا النقل، إذا أريد أصور الصورة، أنها بعد ذلك ما بكت سلام الله عليها، وإنما كانت، لذلك إحنا نقول جبلا من الصبر. يعني وحدة في أثناء المصيبة ما تبكي، هواي هذه يراد لها، فالسيطرة عالية على النفس، يراد لها صبر عظيم، ولعلها نفذت وصية أخيها حتى لا يشمت الأعداء بها. ولكن بالنتيجة هي امرأة ثاكلة، هي امرأة فاقدة. يقول لما هدأت خمدت الأنفاس وهدأت الأصوات والأجراس، يقول هنا راحت إلى أبي عبد الله الحسين، اشتاقت إلى أبي عبد الله، ماكو أحد يم الحسين عليه السلام، والليل ساتر. يقول توجهت إلى صوب المولى سلام الله عليه. هل لي عاد هذا الشاعر يقول قل لأخويا جيتك بهدوة الليل، أشرب دمع وقبع بالعوي، أمشي وتعثر بالمشاتيل، وتميل الرزاية منين ما ميل أبو علي. هسه بكيت ها، لكن اسمع هذا الموقف، اسمع هذا الموقف. يقول لما جاءت عند الحسين، جلست عند الحسين، شافته بتلك الحالة، حالة يرثى لها سلام الله عليه، حالة مفجعة. شنو أريد أعبر عنها؟ والله ما أدري شو أعبر عنها، هن ذني عباري. على أي حال يقول أرادت أن تشكر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، عملي عند زين، أرادت أن تشكر الله. يقول فوضعت يدها تحت الجسد، أرادت أن تشكر الله. يقول شوية أرادت ترفعه حتى تقول له إلهي تقبل منا هذا القربان، إلهي تقبل من عندنا هذا القربان. يقول رجعت إلى الوراء مدهوشة. شنو سبب هاي الدهشة؟ أهل المنبر أهل الاختصاص يقولون أنها رجعت إلى الوراء مدهوشة. من رخصتكم سادتنا الغيار، من رخصتكم معزين، يقول رجعت إلى الوراء مدهوشة لأنها سمعت طقطقة أضلاع الحسين المتكسر. أين المنادي وحسينا؟ مصائب عظيمة هذا، الله يساعدك سيدتي، الله يساعدك مولاتي. ينقل بالنقل الخاص، وهذا شأننا الخاص، يقول بهالأثناء لما كانت جالسة، يقول هوت فوقه وقلبها عليه طاير، هذا أخوي حسين شلون صاير بيت الشان مقصد للعشاير، طاح الواسط وللقاع هول. يقول عادي هنا بينما هي كذلك، وإذا بها ترى أنوار من السماء قد حلت ونزلت قافلة، نعم عليها على ناقتها أمها الزهراء ورسول الله وعلي، كلهم حضروا آنذاك عند الحسين، جاءوا يزورون وجاءوا يواسون زينب. يقول وإذا بالزهراء يا
ما اريد اختم المجلس بس والله مو بيدي، هو يقودني الى هذا النعيها، واذا ما انعى مو حلو احكي هالشكل، خلي انعى لك اياه. يقول تقدمت الزهراء الى رسول الله قائلة ابي اذن لي ان اخضب شعري من فيض نحر ولدي. يقول قال لها بني خضبي ونحن من خلفك. ثار الصوايح في طفوف الغاضريه من انشال راس حسين فوق السمهريه. ليله الحادي جاءت الزهره للطفوف تشبد منها من فطر والراس مكشوف. والصيح وانا اللي مبضعينا بالسيوف. يا حسين يمه يا عزيز وقرة العين. يقول يقود ناقتها جبرائيل فتوجهت إليه بالخطاب. تقول له جبريل وين أجسادهم دلني عليهم. قالها يا زهرة ما تقدرين تنظريهم. ليش كلهم بلايا روس وأحزني عليهم. هذا يعني موقف هذا، ها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. تستحق زينب أن تكون مصداق لهذه الآية، ولو كان بيدي كنت أقول مصداق أوحد، لأن ماكو واحد يقول تلك الكلمة صادقا من قلبه إلا كمثل زينب التي حبست دموعها وقامت بوظائفها امتثالا لأمر إمامها المعصوم. فجت جمعة هذا العيال الأطفال قضت هذا الليل وين بيناتنا، أكو نوم كان ما أكو نوم، قضت الليل بين الصبر هذه الوالهة هذه الثاكلة هذه الفاقدة هذه الأم هذه الزوجة إلى الصباح. ظلوا على هذه الحالة. قام هذا اللعين فأمر بجثث قتلاه فدفنهم وترك جثث أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن في عصر يوم عاشوراء كما يقول النقل قد سرح بالرؤوس إلى الكوفة، وبقت هذه الأجساد بهذه الحالة اللي معهودة ومعروفة. ولكن في اليوم مثلا إلى الظهيرة كما يقولون وصلوا صلاتهم الغير مقبولة وجاءوا بالنوق بالنياق إلى بنات رسول الله، بعد قالوا الرحيل الرحيل. جاءوا بالنياق. الله يرحم شيخ محمد سعيد المنصوري أستاذنا بالخطاب الله يرحمه، يقول هاي النوق أكو قصة تنقل نقل ينقل، يقول وحدة من النوق لما صفوا النوق حتى يصعدون بنات رسول الله، واحدة من النوق خرجت من الصف وجاءت رغت في أذن النوق الأخرى. إمامنا زين العابدين قال لعمته: عم أتعلمين ما قالت هذه الناقة لبقية النوق؟ قالت الله ورسوله وابن رسوله أعلم، أنت أعلم يا ابن رسول الله. قال عم لقد أوصت بقية النوق قائلة الرفق الرفق ببناته. الشيخ أنا سمعتها منه يقول هاي النوق مو نوق عادية، هاي يسموها نجائب، هذه هي النوق اللي جابتها من المدينة، هي النوق النوق الحسين هذه، هم ما قدموا له النوق من عندهم، هم لو كان بيدهم كان أخذوهم مشي إلى الكوفة. لكن هاي النوق صارت لهن مركب من غير غطاء ولا وطاء. هسه أجوا إلى مصيبة الركوب، شلون يركبون؟ شلون يركبون؟ فقالت له يا ابن سعد انت شويه خلي عندك مستحه، شويه عندك غيره، اذا بقت عندك غيره لا تركبونا، دعونا نحن نركب انفسنا ومر جيشك ان يبتعد عنا. يقول استجاب لهم، شويه ابتعدوا عنهم فقاموا يركبون، وحدة تركب زينب سلام الله عليها وأم كلثوم تركب هاي وتركب هاي وتركب هاي، إلى أن لم يبقى
إلا هي وأم كلثوم سلام الله عليهم والإمام زين العابدين. هسه إجتي تقولها لأم كلثوم أخي أركبي، تقولها أخي إذا ركبت أنا من الذي يركبك؟ يعني إذا تجي للإمام زين العابدين خو هذا عليل مريض ما يقدر، حاولوا. أجى الإمام سلام الله عليه يقول ثنى ركبته حتى عمته تخلي رجله وتصعد، ولكن ما أن وضعت قدمها وضغطت قليلا حتى تصعد حتى ارتجفت قدم الإمام وسقطت. إذا ما عنده حال، ما عنده شلون ركبه وما أدري، ما أدري شلون ركبه. بالنتيجة ركبه بهذا الحال هالظلام ذولا. لكن المصيبة الأخرى إخواني، يعني هذا القلب ينشلع بيها، يعني شلون يفارقون الأجساد، شلون يفارقوها؟ فلذلك يقول صارت الضجة والنياحة والبكاء أعلى مما كان عليه يوم نادى المنادي الرحيل الرحيل. يقول زينب سلام الله عليها نادى نحن وبكينا ونادى بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا. تقلنا مربي مربي حادل ضعن عباس، مربي مربي أنا مالي قلب أمشي وخلي أخويا الشفية واعتب علي وقل الضعين يا غلي باري. مرحل الضعن عن كربلاء مروا بهن على مصارع القتلى كأني بالعقيلة زينب تخاطب أبي عبد الله تقل أخويا لا تقول خلاني ومشوا وما ودعوني أخويا ولا تقول زينب والحرم ما يودوني حرمة يا ابو السجاد خويا ولوني خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ما خوذة يا حسين قوة خويا الشمر صوت علم توني تلوى. يقول نظرت إلى إمامنا زين العابدين رأته يجود بنفسه صبرت نادى السكين عم لمن تخاطبين قالت أخاطب أباك الحسين. يقول الناقل رمت بنفسها من على ظهر ناقتها على جسد أبيها تقل يا والد والله ضيم أنا صير من زغر يتيم أبويا والنوح من بعدك لجيم يا بثار الأبو يا ناس خيمة خيمة يفي على بناته وحريمة. هذا الحال يم الحسين يقول أربك جيش الأعداء وكادت الفتنة تقع بينهم لضعفهم أمام هذه المواقف. ولكن عمر بن سعد نادى شمرا قال يا شمر أسحبها من على جسد أبيها. يقول جاء إليها قال لها قومي فلم تستجب قومي فلم تستجب وإذا بي يضربها بالصياط وسحبها بالصياط من على جسد أبيها. تقل أبويا برضاك يا رغما عليك
يا ابا يجرني الشمر من بين ايديك بويا نصرخ ودير العين ليك يا ابا وادرب حميتك ما تخليك لجن معذور يا الحزايا يا يا ولما ابتعد الظعن عن كربلاء يا كربلاء كأني بالعقيلة زينب غصبا علي سافريت يا مهجة حشايا يا حسين يا الماضاق من قبل الذبيح ما انا فارقت جسمك عثره والراس ويايا ويايا يبرى العايله ويبرى يطيح لو خيروني يا خليص بقيت ويا لقعد على قبرك طول الدهر وانعاك تقل اخويا لا يا بيد الامر كان بنيت على قبرك بيت الاحزان ونوحكني يا حلوان ولحان اخويا وابجيك يا العين من الاعيان والله شو اسوي شو اسوي ثار الدهر خوان خوايا يا وان البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري يا الله سيدنا مولانا سادتنا شايخ إلهي نسألك وندعوك يا الله بهذا المصاب الجلل عجل لنا في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان اللهم تقبل عملنا هذا بأحسن قبولك وارض عنا به يا الله إلهي برضاك عنا اجعلنا من أعوانه وأنصاره إلهي برضاك عنا يا الله لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شافيته ولا رزقا إلا بسطته اللهم من كان طالب ذرية ارزقه ذرية سالمة صالحة يا الله آمنا في أوطاننا احفظ لنا علماءنا لا سيما سماحة آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي اللهم انصر مجاهدينا اللهم وارحمنا برحمتك الواسعة وارحم موتانا لا سيما موت المؤسسين موت الحاضرين موت السامعين موت شيعة أمير المؤمنين أخص بالذكر العلماء الربانيين الماضين أخص منهم بالذكر الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي قدس سره ونجله آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدس سره وأخيه آية الله السيد حسن الشيرازي قدس سره وخدمة الحسين عامة ومن ليس له وارث يذكره والماضين من جمعنا هذا وشهداء الحادثة الأليمة حادثة ركضة طويريج هذا العام اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة وابعث إليهم الجميع عنا ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.